على حين غفلة جاءتهم قذائف ميليشيا الحوثي. توقفت المواجهة في الحديدة بعد ضغط دولي لتهيئة الأجواء للمحادثات السياسية في السويد، لكن لغة الحوار لم تجد لها مكانا في الأرض. لأشهر طويلة تدور المعارك بالقرب منهم، واليوم بعد إعلان توقفها وصلت القذائف لتدمر أماكن سكنهم. بقايا ما كان لهم أصبح منثورا هنا، أثاثهم البسيط نال منه غبار الدمار، وبقي الخراب وثقوب القذائف شاهدة على الفاعل، الفاعل المتمثل بميليشيا الحوثي التي قصفت بالقذائف عددا من المنازل في حي منظر التابع لمديرية الحواك جنوبي مدينة الحديدة بشكل عشوائي، شردت على إثرها عشرات الأسر. ليس هذا فحسب، بل قصفت محلا للخياطة يعمل فيه عشرات العمال ويعود بالنفع على مئات الأسر، ما أدى إلى تدميره بالكامل واحتراق معداته. وليس بعيدا من هنا في مديرية حيث تحديدا وصلت صواريخ الميليشيا أيضا لتصيب مواطنا وزوجته بجروح كادت تنهي حياتهما بعد تدمير منزلهما، كما استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم هناك وألحقت أضرارا بالمباني السكنية. لم تكتفي ميليشيا الحوثي بمحاصرة الناس في الحديدة ولا بالمجاعة التي تحصد أرواحهم، بل زادتهم سوءا بقصفها العشوائي على بيوتهم، فمن لم يموت من الجوع قتلته بالقذائف.